الرحمن الرحيم. نتابع هذه الحلقات حول الفواكه الطرية، وفاكهة اليوم هي التين الشوكي أو التين الهندي بريكلي بيرز من الفرنسية اللي فيك دو بارباري، وفاكهة الصبار. يعني هذا التين الهندي هو فاكهة يعني تختلف عن كل الفواكه التي خلق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذه الشجرة شجرة الصبار. الناس يعلمون أوراق الصبار، أنا ليس لديهم جدع ولا أي شيء، هي يعني ورقة فوق ورقة يعني تنبت بهذا الشكل، ثم أن هي الصبار سمي هكذا لأن ماذا؟ لأن هي الشجرة الوحيدة التي تقاوم الجفاف وتقاوم أشعة الشمس والحرارة المرتفعة وكذلك جفاف التربة، هي لا تسقى عليه، ليس لا تروى، رغم أن ممكن تقنيات زراعية ممكن أن تسقى وتعطي يعني مردودية يعني هائلة. أن الفلاح اعتادوا على أن لا يقوم بري هذه الشجرة ولا حتى في يزرعونها في تربة جيدة، فهي تزرع في المناطق الصخرية التي لا تصلح للزراعات الأخرى. يعني أغلب المناطق التي يوجد فيها الصبار هي مناطق جافة أو شبه جافة، وتربتها ليست خصبة يعني من آية بعمران حتى الصخور حامنة، يعني المناطق ديال دمنات كذلك فيها صبار، ولاد حدو من جهة الدار البيضاء، مناطق مكناس يعني مش يعني حتى العروي يعني حتى الشمال حتى تطوان، يعني كل المناطق يعني المغرب فيها هذا. ولكن هناك بعض المناطق محدودة ومميزة، فمثلا تين الشوكي بمنطقة دمنات هو ليس التين الشوكي بمنطقة واتزم، يعني هذه منطقة قصبة تادل واتزم، هادو عندهم صبار لا يتعدى متر او متر ونصف، هو ما كيطولش ما كيعلاش، ويعطيه يعني تين شوكي هائل بلون اصفر، والناس كيعرفوا هاد يعني هاد الانواع هذه. منطقه الدكاله كذلك عندها تين شوكي يعني بعلو كبير من جهه سيدي بنور، كذلك من جهه الاربعه العونات، يعني عندهم واحد الارتفاع كبير، وعندهم كذلك حجم هذا التين الشوكي حجم كبير، يعني يقدر يبقى يعني بلون اخضر لكن داخل الفاكهه تكون صفراء، يعني الناس كيعرفوا هذه المسائل. هذه منطقه الرحامنة كذلك والصخور الرحامنة عليهن، هذه المنطقه هي اللي معروفه كانت معروفه بالتين الكبير الحجم التين الشوكي. ثم منطقه اتبع عمران هي لا تتزامن في الانتاج مع المناطق الاخرى، لان التين في هذه المنطقه ديال اتبع عمران يعني منطقه سوس مسوس زرعة عليا هي سيدي يفني، هاد المنطقة من شتوكا أيتباها حتى الأيتبا عمران كلها، هاد المنطقة اللي فيها يعني التين الشوكي في هاد المنطقة هو لا ينضج قبل شهر أكتوبر، يعني شهر 9 أو شهر 10، ويدخل السوق يعني متأخر. وهذا جيد، لأن لماذا؟ لأن ممكن أن نستهلك التين الشوكي في المغرب على مدة 5 أشهر، يعني 4 5 أشهر، 4 ما يعني أقل مدة، ولكن ممكن 5 و6 أشهر نستهلك هذه الفاكهة. يعني لماذا؟ لأن الوقت الذي نستهلك فيه الفاكهة يجب أن يكون أطول ما يمكن لكي يستفيد الناس، لأن كاين فواكه تظهر على 15 يوم بحال المشمش مثلا وبسرعة يندثر من السوق، فربما هناك أشخاص لا يستفيدون منه أو قد لا يجدون الوقت حتى لشرائه من السوق، لأن الناس ولاو يتسوقون الآن على 15 يوم ولا على 10 أيام. فهذا التين الشوكي يعلمون الناس أنه محاط بقشرة فيها أشواك هكذا، يعني هكذا الله سبحانه وتعالى خلقه، ولذلك لا يكون استهلاكه بكثرة. لماذا؟ لأن هذه الأشواك قد تصيب الناس في أيديهم أو في أعينهم وكذا، ثم لا يقبلون بكثرة على استهلاك هذه الفاكهة، لكنها تبقى الفاكهة يعني رقم واحد في جميع الفواكه على وجه الأرض، ليس هناك فاكهة تضاهي هذه الفاكهة إلا الرمان كما سنرى أو مع الفواكه الأخرى عليها الاستوائية، لكن التين يبقى هو سلطان الفواكه، وهو الذي يتربع على يعني التركيبة الكيماوية وكذلك الفلافونويدات واللون والجمال، بخارجه أشواك بداخله بعض الحصوات يعني حادة التي ربما تخدش الأمعاء، والناس لا يكثر منه. لماذا؟ لأنه يتصلب ويجف في المعي الغليظ ثم يشكل خطر، فيجب يعني أن يصبر الناس، أن يتعامل معه الناس، أن يصبر له الناس لأنه محاط بالأشواك، ويجب أن لا يكثر منه إلا تكون مشكلة. لذلك يجب أن يكون هناك استهلاك مرشد لهذا التين الشوكي، لا يستهلك لوحده، وعكس يعني البارسيمون هذا الكاكي، وعكس الكاكي تماما، الكاكي يجب ان لا يستهلك يعني عليه.
أن لا يستهلك على معدة فارغة، هو ليس عكس وإنه هو مثله، يجب أن لا يستهلك على معدة فارغة لأنه كيعطي البزور، يعني هذه تكون حجم هذا الذي يسد الأمعاء، وربما تتدخل يعني يتدخل الأطباء بالجراحة عبر الجراحة، لأن البيرسيمون هذا المشكل كي سبب يعني عبر العالم، كاين هناك مشاكل الآن منشورة على يعني على الإنترنت. ثم نفس الشيء هذا يعني الصبار كذا، فاكهة الصبار أو تين شوكي تي الهندي، الهندية في المغرب نسميها الهندية هكذا، يجب أن لا يستهلك على معدة فارغة، يجب أن يستهلك مع أغذية، ويكون مع أغذية فيها ماء بكثرة وفيها يعني ألياف غذائية، إذا كانت ألياف غذائية دائبة يكون أحسن، ويستهلك مع الفواكه الأخرى مثل العنب ومثل البطيخ ومثل أشياء أخرى لا يشكل، أو مثل حساء الشعير كذلك ممكن أن يستهلك يعني مع حساء الشعير بعد يعني ما الشخص يأخذ الوجبة، فممكن أن يستهلك هذا التين الشوكي، وأن يستهلك بقدر معين يعني 6 حبات، 5 6 حبات إلى 8 يكون جيد. بالنسبة للأطفال يجب أن لا يستهلكوه كفاكهة، ولكن ممكن كعصير، يعني الآن عندنا طحانات الآلات موجودة، ممكن أن يطحن ثم يصفى لتزال منه هذه الحصوات، يعني هذه النواة الصغيرة الداخلة، ثم يعطى كعصير للأطفال ليستفيدوا منه لأنه جيد للأطفال، ويعطي يشكل الجسم من عضلات الجسم تشكل. فالغريب الذي نستغربه نحن في علم الأغذية وهو علم التغذية كذلك، هو أن بعض الرياضيين مثل مثلا رياضة التنس أو بعض الرياضات الأخرى، أن الناس دائما يشاهدون في هذه المباريات أن هذا اللاعب يأخذ موزة، يشرب كأس ماء أو عصير ثم يأخذ موزة يعني بعد كل استراحة. لماذا؟ لأن يعني الموز بحجة البوتاسيوم، أن فيه بوتاسيوم، وفيه 300-350 ملي جرام بوتاسيوم. التين الشوكي كيوصل 900 ملي جرام بوتاسيوم. الأحرى اللعبة هذو يعني هاد الرياضيين أن يستهلكوا عصير تين شوكي وليس الموز هذا. فلماذا؟ لأن الرياضيين محتاجين البوتاسيوم للماء ريتنشن، محتاجين كذلك الكالسيوم مع المغنيسيوم والفوسفور، محتاجين شيء قليل من البروتين مع هذه الأملاح المعدنية. فالطبيب الرياضي يعلم هذه القضية هذه، يعني من 0.4% حتى 4% من البروتينات، شيء بسيط من يعني الأزوت يعني من البروتين من النيتروجين يجب أن يكون مع هذه الأشياء. الموز فيه شيء بسيط من هذا النيتروجين، هذا التين الشوكي فيه شيء جيد من البروتين لأنه يقدر يوصل حتى لأربعة، يعني من 0.6 إلى 4 على حسب الأنواع أو المناطق، وكذلك على حسب النضج يعني طور النضج. فيعني فيه بروتين قليل وأملاح معدنية كثيرة، خصوص الأملاح المعدنية التي تسوي التوازن المائي داخل الجسم اللي هي بوتاسيوم صوديوم، وليس في صوديوم في بوتاسيوم، ثم كاين كالسيوم مانغانيز ماغنيزيوم، فيه كذلك شيء من النحاس، وفيه شيء قليل من الأيودين، هذا يعني التين الشوكي. اللون الأصفر طبعا لون الكاروتين أو البيتا كاروتين، والفيتامين A هو يعني يضاهي البابايا في الفيتامين A، لأن البابايا هي يعني المصدر الأول من هذا الفيتامين A، وهو يضاهي البابايا فيما يخص الفيتامين A، ثم كذلك البيتا كاروتين. الفلافونيدات الأخرى التي هو لوديكتيو إريترول، هذه يعني مكون يوجد في الهنديات، ثم الكيمفيرول مع الكويرسيتين، الكويرسيتين الكيمفيرول مع إريترودكتيول، هادو هاد الثلاثة مجتمعين في التين الشوكي، يعني غريب، مع لائحة طويلة من الحمضيات الأمينية التي توجد فيها. ثم يعني هذه الألياف، الناس كيلاحظوا على أن الألياف الغذائية الموجودة فيها هي ألياف دائبة وألياف تمتص، ألياف تستهلك يعني تخمر، هي لا تفيد يعني هي تخمر، هي تستهلك، فبكتيريا القولون تستعمل هذه الألياف الغذائية، يعني هي بروبيوتيك، يعني والبروبيوتيك يعني بكتيريا الموجودة في الفرندلي بكتيريا الموجودة في القولون، هي تستهلك هذه الحمضيات الدهنية القصيرة السلسلة مثل البيوتيريك أسيد أو الهيدروكسي بيوتيريك أسيد، اللي البيوتيرات هي المعروفة أن الفيول أنها العليين أن الوقود التي يعني يعني الذي تتغذى عليه البكتيريا الصديقة هو هذه الهيدروكسيبيتيرات. ثم الحمضيات الأمينية القصيرة المدى كلها عليين تستهلك مع الألياف الغذائية المتخمرة، الأينولين مثلا الموجودة، الأينولين هو أول بريبيوتيك في الطبيعة، الأينولين سكر الأينولين متبوع بالبيكتات والبيكتينات هذو الموجودين في الألياف الغذائية، لأن هذه البكتيريا تتغذى على هذه الأشياء عليين،
الاسيتات، هو مشكل الاسيتات هو الان الذي يتكون داخل الجات، يعني الجات بكتيريا. فهذا التين الشوكي هذا بهذه التركيبه يعني قليل من الفيتامينات بي مثلا، الجروب بي ماشي، ولكن الفيتامين كي والفيتامين سي والفيتامين اي هذه الفيتامينات مرتفعه، مرتفع فيه كذلك الحديد والكالسيوم فوسفور مع المنغنوس ماغنيزيوم، املاح قويه ومرتفعه. ثم الفلافونويدات هذه اللي تكلمنا عنها، الكويرسيتين والكامفيرول، هذه الموجوده في التين الشوكي، مغذي قوي جدا. وهذه الفاكهه يجب ان تعطى كعصير للاشخاص الذين يعملون بجهد، يعني الذين يعملون بعضلاتهم، اما الذين يمارسون الرياضات، اما الكمال الجسماني او الرياضات هكذا الجماعيه والرياضات الفرديه، يعني بعد الرياضه طبعا، بعد هذا الحركات الرياضيه، عصير التين الشوكي احسن من الموز. ثم تعطى للاشخاص الذين يعملون بجهد، مثلا البناؤون، العمال الذين يعملون بعضلاتهم، التين الشوكي جيد. لماذا؟ لانه يحتوي على المنغنوس، ومعدن المنغنوس هو ضد العياء، والمنغنوس هو يساعد على الارتخاء وعلى الراحه. اذا التقى المنغنوس مع الكالسيوم مع شيء مع الحديد طبعا، ثم شيء قليل من البروتين مع ارتفاع البوتاسيوم يعني في هذه الماده، فبعد الجهد فالجسم ممكن ان يستعيد كل هذه الاملاح التي ضيعها، اما على شكل تعرق او شيء، فيستعيدها بسرعه فائقه ولا يكون هناك عياء، ثم ان الشخص يستريح بسرعه. ربما هذه الدقيقه او الدقيقتين التي ياخذ هذا لاعب التنس لكي يستريح، اذا تناول عصير التين الشوكي فيستريح احسن من يعني بوتاسيوم الموز. لماذا؟ لان يجب ان يستعيد كل ما ضيعه في اقرب وقت ممكن، او في يعني في اقل وقت، في اقصر وقت ممكن، وهو الاشياء الان التي يركز عليها يعني هذا الطب الغذائي. فهذه الفواكه يعني ان الناس لا يقبلون عليها كما قلت، لانها محاطه بالاشواك، وكل الاشياء الجميله محاطه بالاشواك، والتين الشوكي من اجمل الفواكه، محاط بالاشواك وبداخله حصوات التي لا تترك الناس حتى ياكلون كميه كبيره. وهو فاكهه الجفاف وفاكهه المجاعات، لما يكون الامطار قليله، شح الامطار، ولما يكون البلد يصاب بالجفاف، فهو يستعمل اوراقه تستعمل ك يعني كلا للحيوانات، كعلف للحيوانات، وفواكه كذلك يستهلكها الانسان، ويكون يعني بمردوديه كبيره كلما كان هناك جفاف، يعني هذه فالسنوات التي مرت منها كل الدول، ليس المغرب فقط، يعني هذه كان سنوات القحط، لما كان الناس يتغذون على الاشياء الغابويه مثل البلوط، مثل التين الشوكي، مثل هذا الترفاس، يعني هذه الكمأة، مثل الاشياء هذه التي يجبنها في الطبيعه. ولذلك فهذا التين الشوكي معلومه اخيره انه يشبع، أن لما نتناول 4 أو 5 حبات من التين الشوكي أنه يشبع، ولذلك كنت أنصح به يعني في محاضرات سابقة، كنت أنصح أن يتناوله الناس ضمن طعام السحور في شهر رمضان. على هذه السنة هذه ما رمضان غادي يكون قبل التين الشوكي، لكن في السنوات اللي كيكون رمضان كيكون التين الشوكي موجود، أو الناس اللي يصوموا، الناس اللي يصومون خارج رمضان، فهو طعام السحور، هو يعني هو الخروب، هو بعض الاشياء هذا مثل سميد الشعير، من الاشياء التي تصلح لطعام السحور. لماذا؟ لانه يشبع ويبقي المعده يعني لمده طويله، لانه يكبح هذا الهرمون، هذا هرمون الجريلين الذي يستنفذ كل ما ناكله، ثم الجسم يطلب يعني طاقه او يطلب اكل. ان شاء الله اكتفي بهذا القدر، والى حلقه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.